في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويولي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه بالدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقوا ليعبدوا الله رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، جنا وإنسا، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معضلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ فالله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله إسلاما، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى، فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسماها برا، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وسماها تقوى، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هكذا الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد، توحيد الله وطاعته، الإيمان به وبرسله، الاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا.